لم يبقى إلا أسابيع وتكمل القوات الأمريكية انسحابها من العراق وفقا للاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة. فقد بدأ العد التنازلي لانسحاب القوات الأمريكية من العراق تاركة وراءها الكثير من القصص والحكايا، وتاركة وراءها الكثير من الملفات التي سيقف عندها طويلا الباحثون والدارسون والمعلقون، ملفات بعضها لا زال مفتوحا ومحل جدل ونقاش بين أصحاب الشأن ذاتهم القادة وساسة العراقيون. ويأتي ذلك في وقت تمر فيه المنطقة بتجاذبات وتشاحنات وثورات لم تسبق أن مرت بها المنطقة هكذا. وللحديث عن شؤون العراق وما يحيط العراق جئنا هنا إلى مدينة النجف لنلتقي سماحة السيد الزعيم الشيعي الشاب السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري. سماحة السيد مرحبا بك على شاشة قناة العربية. أهلا وسهلا بك، جزاك الله خير على هذا اللقاء، وأستغل أيضا إلى شيء مهم، وهو أن أوجه تعزية إلى المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا بمصابها بولي العهد، وأتمنى لها التقدم والازدهار إن شاء الله في ظل السلام، وأن تكون مناصرة للشعوب المظلومة في أي مكان. بارك الله فيكم وشكرا لكم. سماحة السيد، الآن في العراق هناك مفاوضات يعني توصف بالصعبة بين السلطات العراقية وبين الجانب الأمريكي. هذه المفاوضات لتحدد شكل وحجم البقاء الأمريكي في العراق بعد أن تغادر القوات التي دخلت عام 2003. أولا، هل أنتم مشاركون في هذه المفاوضات؟ الشيء المهم هو الخط الأحمر الذي لا نتعداه أبدا هو المفاوضات مع الأمريكان. نحن عندنا المفاوضات مع الأمريكان أمر محرم وممنوع ومخالف للوطنية ومخالف للإخلاص للشعب العراقي وأرض العراق وللإسلام أيضا قبل ذلك، فلا يمكن أن نتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة. نعم، هناك مفاوضات ما بين قوات الاحتلال وما بين الحكومة العراقية، وقوات الاحتلال تضغط على الحكومة العراقية بشتى الطرق السياسية وغير السياسية المنطقية وغير المنطقية. ولذلك أنا في هذه الفترة أحاول أن أقف مع الحكومة العراقية لكي أقلل من هذه الضغوط الأمريكية ضدها، حتى يكون هناك تعاون ما بين الشعب باعتباري أنه أنا أحد الطبقات الشعبية وما بين الحكومة، لأجل إنهاء التواجد الأمريكي أو القوات المحتلة في العراق بصورة أو بأخرى، ولكي يكون المستقبل العراق مستقبل مستقل حر بعيد عن أي تواجد أمريكي في العراق. نحن لا نقبل بأي تواجد أمريكي في العراق سواء القوات العسكرية أو غيرها. ماذا تعني أي تواجد؟ يعني مثلا سفارات، قنصليات؟ يعني بالفترة الأخيرة حتى فكر الأمريكان في فتح قنصلية في كركوك. صحيح. طيب، لا، احنا هذا أيضا نرفضه، وخصوصا مع بقائهم. أنا اشترطت في سابقا لو صح التعبير في بقاء السفارات بعد خروج القوات الأمريكية كافة وتامة من الأراضي العراقية، يتم بعدها التناقش مع الجهة العراقية لفتح سفارة أمريكية بالعراق تعادلها سفارة عراقية في أمريكا، تعادلها، مو هناك تخلي لك 15 شخص، هنا تخلي لك 1500 شخص، مدري 15,000 شخص، الله العالم ما أعرف. فيجب أن يكون هناك توازن وعلاقة متوازنة ما بين الحكومة العراقية وما بين الحكومة الأمريكية في حال الانسحاب، وفي حال أما في حال بقائها ولو على نحو العسكري أو غير العسكري مثل الشركات الأمنية وما شابه ذلك، فهي تعتبر محتلة وسنقاومها مهما كان الثمن. طيب، كيف تقرأ رغبة الأمريكان في البقاء بالعراق بشكل مدني وليس عسكري؟ حتى البقاء المدني نحن نرفضه. لماذا تتصور أنهم يرغبون بذلك؟ يعني
ما هي أهدافه من ذلك؟ كيف يعني تقرأه؟ أمريكا اجت للعراق ليست لا لحمايته ولا لتخليصه، وإنما ليكون العراق قاعدة من قواعدها العسكرية والمدنية أيضا، ولكي يتم مشروعها وهو عولمة العالم تحت يديها ويكون تحت تصرفها. والعراق أيضا منبع الإسلام ومنبع العروبة ومنبع الحضارة لو صح التعبير، فاحتلال العراق احتلال لما حوله لو صح التعبير، وسيطرة على الشرق الأوسط وعلى المنطقة بأجمعها. لكن هم ممكن يردون هذا ليس احتلال، انتهى الاحتلال وغادرنا وغادرت قواتنا، نحن نريد مصالح اقتصادية، تبادل خبرات، سفارات مثل ما في بقية الدول. لماذا أنتم حديين في هذا الموقف؟ حسب تعبيرك إذا غادرت فعلا لسنا حديين، نتعامل معها كأي دولة أخرى غير محتلة. هل تشك في مغادرتها؟ نعم، في نهاية أنا أشكك في نهاية هذا العام. نعم، حتى في نهاية العام أشكك به، لأنه لا يكون تاما. نعم قد تقلص، يعني ليش يروح بعيد؟ يعني مو أقل من 5,000 شخص في السفارة، والشركات الأمنية أيضا 4,000، والأمور الأخرى المدربين 6,000 وكذا، يعني هم هاي هم بال 25,000 جندي راح يبقى في العراق، هم ايش قد هم 40,000، يعني ما راح ينقص إلا أقل النصف من الجنود الأمريكان. يعني هو شبه انسحاب وليس انسحاب تام. طيب وماذا ستفعلون؟ هل ستقاومون هذا الوجود؟ نعم، مع بقائها سنقاوم عسكريا. ولكنكم الآن نحن الآن في هدنة لو صح هدنة التعبير، تسمحون لهم من طرف واحد، من طرف واحد فقط من يمين، لتسمحوا لهم بالمغادرة حتى نسد عليهم باب عدم المغادرة لو صح التعبير. خاف يقولون ها المقاومة لا زالت والأمور العسكرية والوضع الأمني غير مستتب. لا، الوضع الأمني مستتب وها المقاومة فتحت لكم طريق، روح بلا رد. طيب ولكن هناك من العراقيين من يخشى أن لا تبقى قوة داخل العراق، يعني هناك أطراف سياسية. صحيح، هناك مخاوف كثيرة من كثير من الأطراف في العراق، ولا يتردد الكثيرون في إعلان ذلك، يعني ليس عيبا يقول ليس. لا، الكل أعلنوا، مو ما حد خجل ولا أحد خاف ولا أحد يعني من هالناحية. لا، أنا من ناحيتي أنا أطمئن جميع الأطراف السياسية، أي عراقي شريف لا يمد يده على أي عراقي شريف آخر مهما كانت طائفته أو مذهبه أو عرقه. وإن شاء الله الحكومة العراقية إن لم تكن جاهزة 100% ستكون جاهزة شيئا فشيئا لاستتباب الوضع في العراق وحماية الحدود وحماية كل شبر في الأراضي العراقية بالتعاون مع الشعب العراقي. وإلا إذا لم تتعاون مع الشعب العراقي فهناك كثير من الخلافات سوف تفيض وسوف تكون منشأ خلاف أيضا أكثر فأكثر. لكن إن شاء الله نحن للآن نمسك العصا من الوسط حتى يكون هناك استتباب أمني بعد خروج القوات المحتلة. طيب سماحة السيد، يعني أتمنى أن توضح، هل أنت تكره الأمريكان لأنهم احتلوا العراق، أم لديك موقف من الأمريكان بشكل عام؟ لأنه قبل كم يوم كان لك تصريح أنه لو كان أصبعي أمريكيا محتلا محتلا لا أنا أقصد لو كان إصبعي محتلا لقطعته. الأمريكان بما هم أمريكان لو لم يكونوا طبعا الأمريكان، هم أنت تنظر لها نظرة أخرى، محتلة فقط مو فقط للعراق، محتلة لدول إسلامية نحن نشترك معها بالأخوة وبالدين وبالمذهب وما شابه ذلك وبالإسلامية وبالإنسانية، فهي ليست محتلة للعراق فقط. نعم، الشيء الأول كأنا عراقي أحسب شنو وضعها في العراق وخروجها من العراق، هي دولة محتلة، دولة استكبارية عالمية وليست دولة استكبارية عراقية. ولكن لا ضير من التعامل مع الجانب الأمريكي في المجال التقني والطبي والعلمي، تعرفهم بعد الانسحاب دولة عظمى. يعني نعم بعد الانسحاب نعم إذا انسحبت انسحابا تاما من الأراضي العراقية فنحن يعني الحكومة العراقية على أتم الاستعداد لأن تكون هناك اتفاقيات على قول تكنولوجية وحضارية وعلمية وثقافية وهكذا. طيب في حالة فعلا تم الانسحاب مثل ما يقولون، يعني ما هو مصير جيش المهدي؟ أين سيكون جيش المهدي؟ جيش المهدي لم يكن بدايته بداية عسكرية، جيش المهدي كان يسمى تيار صدري، والتيار الصدري طبقة ثقافية طبقة شعبية لكن أسس لمقاومة المحتل الأمريكي. نفس جيش المهدي نفس العنوان أسس لمقاومة الأمريكان والاحتلال وحماية المقدسات وحماية الشعب العراقي. صحيح، لكن جيش المهدي ما أجا من فراغ، جيش المهدي كان الحاضن له هو التيار الصدري، أنتم سموه التيار الصدري،
أو إحنا نسميه الخط أتباع الحوزة الناطقة وما شابه ذلك من هذه التسميات، إلى فد منشأ ومنبع وهو الحوزة وأتباع الحوزة والطبقة الشعبية والتيار الصدري، وكل هذه إلها مناحيث ثقافية واجتماعية ودينية وإنسانية، وكثير من المؤسسات الاجتماعية والخدمية لم يكن متوقفا فقط على الشثم المقاومة، لا أبدا، لك واي مكاتب وفروع وهيئات وموجودة ولحد الآن مستمرة يعني إذن وستستمر. يعني إذا سحب الأمريكان سيلقي جيش السلاح، الجيش المهدي السلاح، بعد ما له معنى نلزم السلاح على منه نلزم؟ هناك احتلال نلزم ضده ونمسك ونستعمل السلاح ضده، أما إذا خرج الاحتلال ولم يحتاج إلى جيش المهدي لأمور أخرى في الدفاع عن العراق، عن حدوده، عن كذا، يكون هناك بعد عمل ثقافي واجتماعي وديني. ثقافي ماذا تعني؟ يعني ماذا تعني غير خطب الجمعة مثلا؟ لم نشهد مثلا مدارس أو موجودة، مناهج تثقيفية موجودة، لكن هو هذا اللي نقول. إحنا أولا ما عندنا فضائية ولا عندنا لسان ناطق إعلامي كبير، لا، موجودة مدارس، موجودة هيئات، موجودة مؤسسات مجتمع مدني، موجودة مجتمع إسلامي، وهكذا وكثير من الأمور. طيب، حتى أغادر ملف القوات الاحتلال ومقاومتكم وجيش المهدي، يعني هل هناك ذكريات لك شخصية مع الأمريكان أيام المقاومة والمواجهة؟ طبعا هناك صور لك على الإنترنت مشهورة أنت بالزي العسكري، هل نزلت أنت إلى الميدان أم بقيت فقط تدير المعارك في حينها؟ في المعارك كذكريات باعتبار نعم الآن نعم الملفات تغلق وهي ذكريات للأرشيف. أحسن، كثير من الموارد. كنت في النجف، هاي واحدة منها، أثناء المعارك مع الأمريكان أو المواجهة مع الأمريكان، نسميها الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية، كنت أذهب إلى الخطوط الأمامية، إلى البحر هناك بالنزلة يسموها بالنجف، وقريب القواعد الأمريكية، لأشرف على العمل وأرى المجاهدين لو صح التعبير وألتقي بهم وما شابه ذلك. هذا في الصعيد بالنجف، هذا تحت القصف، وتحت موجود القصف، طيارات فوق راسي أيضا، والقاعدة أنا أراها قريبة عني. طيب، وفي بغداد أيضا بعض العمليات اللي كانوا يسووها ضد الأمريكان وضد الأسلحة الأمريكية وسياراتهم، أيضا كنت هناك أتواجد في بعض الأحيان للإشراف عليها وإعطائهم بعض النصائح والإرشادات وما شابه ذلك. طيب، حتى أختم نهائيا هذا الملف سماحة السيد، لو صادف وجودك كفرد عراقي وليس زعيما لتيار بالقرب من جندي أمريكي يحمل حقيبته وهو على الحدود العراقية وهو يغادر العراق، ماذا ستقول له؟ هو يغادر العراق. قلت لك أقول له روح بلا رد. طيب، مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود معكم مرة أخرى من قناة العربية، ونحن نجري هذا اللقاء مع سماحة السيد مقتدى الصدر، فأهلا ومرحبا بكم. نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، يعني ظهر الربيع العربي ومر وحط في الكثير من العواصم وتغيرت حكومات، وهذا الربيع توجه إلى بغداد الحقيقة في شهر شباط من هذا العام، والكثير من الكتاب والباحثين يتهمونكم أنكم أربكتم خطوات الربيع العربي حينما توجه إلى بغداد، أعطيتم هدنة أو فترة 6 أشهر للحكومة، والكثيرين يعتبرون ذلك هو التمييع لحماسة الناس، والحكومة شعرت أنها في مأمن، أعطت 100 يوم وبعد 100 يوم من غير أي نتيجة شعرت في مأمن. يعني الآن ساحة التحرير الذين يتظاهرون فيها بألم، يتظاهرون لا يتعدون ربما أصابع اليد أو أضعاف. نعم، الموقف الذي لا أتنازل عنه، أنا دائما أتعاطف مع الشعوب في أي مكان وفي أي زمان، سواء في داخل العراق أو في خارجه، هذا لا أتنازل عنه، بيد أن هناك موضوع آخر أهم، أن الشعب العراقي عاش في سنين، عشرات السنين طوال، في حروب ومن حرب إلى حرب آخر. أحببت أن أجنب الشعب العراقي هذه التصادمات وهذه الخلافات لو صح التعبير الدموية. ولماذا افترضتها دموية؟ ربما هي وسيلة ضغط على الحكومة لتحسين الأداء. لو صح التعبير شيخ، خلاص أسميها إنه الشعب شعبي وأعرفه شنو. طيب، الضغط على الحكومة
يجب أن يكون متدرجا. أحببت أن يكون الضغط الأول ضد الحكومة سياسي لكي أسقط جميع الحجج الحكومية التي قد تطرحها في حال خروج مظاهرات. نعم، لو أسقطت كل الحجج السياسية ضد مع الحكومة ولم تتوفر أي خدمات ولم يتوفر الأمن بصورة حقيقية، ذاك الوقت يمكن الوصول إلى ما هو أعلى من المستوى السياسي إلى المستوى الشعبي. لكن سبحان الله التعاون، أولا الحكومة ما تعاونت مع الضغط السياسي من قبلي والشروط التي وضعناها الاستراتيجية وغير الاستراتيجية لو صح التعبير، فقلنا يا شعب العراقي أنت مخول في الرد على حكومتك كيف تشاء بالطرق السلمية، فكان الرد ضعيفا ما أخفيها عليه. ثم بعد الضغط لهذا الشعبي هذا الكلام صار هناك تجاوب نسبي قليل جدا من الحكومة العراقية، ويعني صارت هناك بعض الاختلافات بين الشعب العراقي بين أنه سيطالب على نحو المظاهرات أو أنه لا يطالب على نحو المظاهرات، وهل هناك يعني تطبيق للشروط التي وضعناها أو لم يكن هناك تطبيق للشروط التي وضعناها. أنا أقول هناك ليس هناك تطبيق للشروط التي وضعناها، وللآن لم يطبق منها أي شيء لا السابقة ولا اللاحقة. طيب خليني أنقل لك يعني بماذا يفكر المواطن العراقي أو ماذا يقول عنكم. يقولون أنتم كنتم دائما تتفاخرون بأنكم أنتم أصحاب المسيرات المليونية، لكن حينما جاء الربيع العربي اختفت هذه المسيرات، فهم يشعرون بخيبة أمل حقيقة. تعرف ليش؟ سبب واحد، أنه أنا صحيح أنا الذي أحرك المظاهرات وأرجعها لو صح التعبير، ونحن أصحاب الملايين ماشي، أنا هذا أعترف به، لكن أنا لا أريد أن تكون المظاهرات ضد الحكومة أو الشعب يريد إسقاط الحكومة أو إصلاح الحكومة تكون صدرية فقط ومن التيار الصدري، أردتها أن تكون شاملة عامة لجميع طبقات الشعب وأطيافه. لم يكن هناك تعاون أبدا. تعتقد إذا بادرت سيتجمع الناس حولك؟ لا لا، لم يبادروا أبدا في أي مظاهرة، لا ضد احتلال، لا ضد عدم خدمات. يعني هناك لعله فد عشرات من المتظاهرين الذين يخرجون لعلهم لا يتعدون حتى 100 معنا، تكون صدرية مهما تكون. إذا كانت صدرية أنا لا أريد أن تكون التيارات المظاهرات للتيار الصدري. إذا كانت هناك عامة فليخرج الشعب العراقي إلى المظاهرات، أنا ما من هذه الناحية أقف وأتعاطف مع الشعب. سماحة السيد بشكل مختصر كيف تقيمون أداء الحكومة حتى الآن؟ خدميا وأمنيا يعتبر ضعيف. ضعيف أو فاشل تماما يعني؟ ما نقدر نقول فاشل، لأنه هناك أكفة تطور قليل جدا لا يمكن معه نعته بالفاشل، هذا لكنه ضعيف. هذا لأن لكم ست وزراء في هذه الوزارة. أمنيا ما عدنا، أما خدميا لا عدنا، وأيضا حتى الوزارات الستة وكل الوزارات ضعيفة مستواها، وأنا لا وأيد وزارة على وزارة أخرى. وكيف تفسر خلو منصب وزير الدفاع وزير الداخلية؟ هذا اللي هو في دولة الأمني. في دولة أحوج ما تكون إلى الأمن في أكثر من سنة. هذا خلافات بين جهتين موجودة في الحكومة العراقية، وهذه الخلافات تناسوا معها معاناة الشعب العراقي. على ذكر الخلافات أتمنى أنه تجيبني من قلبك يعني. زين، ألا تعتقد أن إياد علاوي قد ظلم؟ حصل ائتلافه على 91 مقعد بينما ائتلاف السيد المالكي حصل على 89 مقعد، والآن السيد المالكي هو رئيس الوزراء. يعني هو في عالم السياسة نحكي له، في عالم الإنسانية والدين إذا عالم السياسة ماكو ظلم ومظلوم، كل هو هذا بدي أقول لك، صراعات سياسية جعلت من الشعب العراقي جميعه مهمش. يعني دكتور اياد علاوي او الاخ المالكي هم يتصارعون من اجل وزاره داخليه او وزاره الدفاع، زين الشعب العراقي وين ينطوج في هذا في خضم هذا الصراع؟ ما ادى لا وزير داخليه ولا وزير دفاع، من يدافع عنه؟ جاوبني على اياد علاوي انه مظلوم او ما مظلوم، هذا يحدده الشعب العراقي، ما انا احدده، البرلمان موجود والتصويت مع من صار. فانا دائما على اتصال مع دكتور اياد علاوي وعلى تعاطف ايضا معه، لكن انا متعاطف تشعر انه مغمون حقا، لكنه السياسه ليس فيها تعاطف، السياسه بيها انه تخدم الشعب العراقي. انا ممكن
في كثير من الموارد أتعاطف حتى مرات ويا نفسي، لكنه قد أخسر وزيرا، قد أخسر منصبا، قد أخسر مديرا في سبيل شنو؟ خدمة الشعب العراقي. أؤالي على نفسي، أتنازل من كبرياء السياسي لو صح التعبير. سماحة السيد، هناك في محيط العراق وحتى في العراق هناك شحن طائفي مقلق يخيف الكثيرين، يخيف كل الأطراف التي تحب السلام وتتمنى أن تنعم شعوبها بالأمان والهدوء. أنتم كقيادي بارز، قيادي شيعي، كيف تتعاطون مع هذا الموضوع وكيف تقرؤون هذا الموضوع؟ الحقيقة كان العراق واحتلال العراق منشأ للطائفية والخلاف خلافات الطائفية التي وقعت في خضم هذا الاحتلال وفي السنين التي تصرمت لو صح التعبير، وكان لها انعكاس خارجي على باقي الدول وما حولها، وشيئا فشيئا تصاعد هذا الخلاف وكثر. وأنا أجد أن منشأ هذا الخلاف منشأ سياسي وتصادمات سياسية وخلافات سياسية تكون لا سامح الله ذات نتيجة سلبية أكثر وأكثر شيئا فشيئا. وإذا لم يكن هناك تنازلات من بعض الدول لبعض الدول الأخرى للتقارب وإبعاد تلك المشاحنات الطائفية، لا يكون هناك استقرار في المنطقة أبدا. وسيستغل هذا الخلاف وهذا الشحن الطائفي أمريكا وإسرائيل، وسيتم سيطرتها على المنطقة شيئا فشيئا مع وجود هذه الخلافات. ولذلك أنا أدعو جميع الدول السنية والشيعية وغيرها إلى التآخي والتحابب فيما بينها، وأنا على استعداد دوما في أي وقت لأن أقف كطرف وسط ما بينها تلك الدول لإرجاع بعض ما سقط من أمور وما كان من فجوة ما بين هذه الدول لكي نعيدها إلى رونقها الأول، ليكون هناك قوة إسلامية وقوة عربية لمواجهة الصعوبات التي ستكون في المستقبل وما هو حاله. ماذا تقصد سماحة السيد؟ هل تقصد في مسعى بين دول معينة أم داخل دولة في طائفتين؟ لا، أنا أقصد الآن كشيء خارجي، خارج العراق. أنا في داخل العراق أسعى. طيب. ولا زلت أسعى. تكلم، حتى تكلم في الخارج. تكلم بالقلم العريض. أتكلم بالقلم العريض. هناك خلافات بالأكثر ما بين الجمهورية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، هذا المنشأ الأول أو الأظهر أو الأشهر لو صح التعبير. أنا مستعد إلى أن أدخل في هذا بينهما كطرف وسيط لإنهاء بعض الخلافات التي بينهما، وأدخل ما بينهما للإصلاح إن قبل الطرفان بذلك. طيب، ما هي شكل العلاقة الآن بينكم وبين إيران؟ الصداقة، وأنا أحاول أنه كباقي دول الجوار أن أكون علاقتي معها طيبة. صداقة أم علاقة آمر بمأمور؟ أم لله الحمد، يعني كلمتهم مسموعة لديكم؟ كلمتهم إذا كانت لأجل المصلحة العراقية والمصلحة العامة، كما هم كلامهم مسموع يكون كلام السعودية مسموع، كلام تركيا مسموع. نحن نشاركهم ونناقشهم بأمورهم كما نشاركهم ونناقشهم بأمورنا، نستفيد منهم كدول، ليس فقط إيران، كل الدول صداقة فإلها. أنا سقت لك أن العراق كان المنطلق الأول لكثير من الأمور التي عمت على باقي الدول، فلذلك يجب أن تكون هناك صداقة لأجل العراق لا لأجل مصالح شخصية لهم. طيب، نرجع إلى فترة تشكيل الحكومة. أنت كنت في إيران في تلك الفترة، كنت تدرس. الكثير من الوفود العراقية ذهبت يعني إلى إيران لتكمل طبخة الحكومة العراقية. جاوبني بصراحة، ما هو حجم تدخل إيران في تشكيل الحكومة العراقية؟ لا، أنا مشكلتي الأكبر هي صراحة. لا، أنا هناك نادرا ما جدا قليل التقيت بأطراف سياسية لأجل هذا السبب، لأجل ألا تكون ألا أكون قد التقيت بأطراف عراقية من أجل تأسيس حكومة عراقية في خارج العراق. قلت لهم لو كنت في داخل العراق لالتقيت بكم، أما أنا في إيران فلا ألتقي في بأي طرف سياسي من أجل تشكيل الحكومة. نعم، التقيت أيضا في سوريا مع الدكتور أياد علاوي، والتقيت أيضا هذا الذي أقول لك قليل مع الدكتور عادل عبد المهدي في إيران، كان هو في زيارة فأنا قلت طلبت منه أن ألتقي به والتقينا. هذا ما حدث فقط،
أما ما دونه لم ألتقي بأي طرف آخر. طيب في وقتها أنتم كنتم يعني تتذكر ظهرة مصطلح بالوسط السياسي والصحفي بيضة القبان وبيضة القبان. أنت صرت بيضة القبان. نعم. شلتوها وخليتوها يم السيد المالكي. نعم. فصارت الكفة إذا وصار رئيس وزراء. هل هذا من باب نحن الشيعة استلمنا الحكومة وصارت إنه ما نطيها بعد يعني بالتعبير الموجود؟ بالنسبة لي لا، هذا الشيء ممسوح من قاموسي أصلا. لكنه الشيء المهم الذي يجب أن يعلم على أنه أنا حاولت مع كثير من الأطراف، ولذلك قلت لك الدكتور أياد علاوي والدكتور عادل عبد المهدي التقيت بهم لكي أعطيهم الفرصة في الوصول إلى سدة رئاسة الوزراء، فكليهما لم يستطع الوصول حقيقة. هسه بتقصير مني، بتقصير منهم، بتقصير من الآخرين، الله العالم. لكن الذي وصل أنا كنت مع الجميع بالتساوي، التقيت مع الأخ المالكي وعادل والدكتور عادل عبد المهدي والدكتور أياد علاوي، التقيت معهم ثلاثة لأعطيهم الفرصة للوصول ولخدمة الشعب العراقي، لكن الذي نجح في الوصول هو المالكي. طيب سماحة السيد، كنت كريما معنا هذا اليوم، شكرا جزيلا، نتمنى لكم التوفيق. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء نشكركم على هذه المتابعة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.